أخ يسأل عن حديث لا تسافر المرأة، قول لا تسافر المرأة يوما وليلة، كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة؟ هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث؟ حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم وليلة، ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قديما. صحيح. الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا لذاته، فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها. وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني رواية من رواية الحديث المطلقة، والتي هي أشمل وعام من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ يوم وليلة أو بثلاث أيام. ذلك هو قول عليه السلام: لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها محرم، سفرا مطلقا. وهذا أيضا من دقة الشريعة، لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصرا، يزول الإشكال الذي ورد. المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من الزمان، هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر، ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها. هذا هو جواب هذا السؤال.